طلع العيلة أكيد لها دور، بتساعد بتساند كتير بتساعد الناس أوكي، بس المهم أنا شو جواتي. يعني زي قصة الناس اللي بتقول أنا بخافش من مرض السرطان، بس هي بينها وبين حالها بتكون كتير خايفة، فما استفدنا إشي. أنا كتير بقعد في عز وجعي وضعفي، وأنا كمان لسه موقف في شغل، فحالياً عندي وضع كمان صعب من ناحية المعيشة. فصرت حتى في عز يعني هاي الصعوبة بعود بوقفك مع حالي وبقول لا، لازم ألاقي طريقة كيف أتفائل، كيف أعود أوقف على إجري. فبرجع بصير أفكر بأفكار هيك توديني على فلسفة معينة لتعويني. نعم. وهيك بشتغل على حالي. سحر، يعني من ما كتبته ريم على فيسبوك وقلتيها الشيء، نحن نحب الحياة وإننا السبيل إليها، نبتسم حين تضيق ونفرح حين تتسع. أنت قلتي نفكر بالآخرين، يعني عندما يصبح الإنسان في هذه الحالة يفكر بالآخرين، ولكن أنتو يعني نموذج الناس التي تحب الحياة خارج اليأس. صحيح، ومثل ما قالت ريم، يعني طبعا العائلة أساس، جزء أساسي من يعني تساعدنا على الخروج من الحالة، لكن هو الإنسان شقد عنده إرادة حتى ينتصر وحتى يرجع للحياة ويكمل حياته ويحب الحياة. الإرادة يعني تجي، أنا بالنسبة إلي لو ما الموسيقى والغنى والآلة الموسيقية، يعني اللي كنت أنفرد بيها جيتار وعود، يعني بس يظل العود اللي هي المفضل، يعني يعني لو ما هالوسيلة اللي عندي كانت تساعدني بأيام الوجع والعزلة والهاي، يمكن كنت استسلمت همينة، رغم أنه زوجي معي، أولادي، عائلتي، والدتي كلهم معي، بس وحتى أصدقاء مقربين، بس لكن أنا الإرادة عندي يعني من داخلي، مثل ما قالت ريم، القوة لازم تيجي من داخل الإنسان. شقد عنده رغبة بالحياة، في ناس كثير ما عندهم رغبة بالحياة، كمان قالت ريم يمكن ينتصر المرض عليه، لكن إحنا الجيد يمكن اللي مساعدنا أنه عندنا وسيلة تعبير تخفف عنا وتخلينا يعني نطلع كل هالألم والمعاناة من خلال الموسيقى. ممكن الواحد يكون بده مش قادر، يعني في أشياء وقت ممكن بس كل هالأمور هاي، يعني الإنسان هو يعني ما بيحك جلدك غير ضفرك. نحن نتحدث عن ريم بنا، أنها على فيسبوك تشارك كل دقيقة وكل ساعة مشاعرها ومراحلها مع الناس اللي بتابعوها، ولديها آلاف المتابعين. يعني أنا تبعت اللايكات يعني بالألف. أنت عبرتي بطريقة أخرى من خلال لوحاتك بين الخاص والعام بهيك حالات، يعني في ناس حتى بيقولوا هيداك المرض ما بيسموه، وأنه لا ما تقولوا لحدا، يعني نحاول أن نخفي كأنه عيب أو أنه نخشى نظرة الناس لنا. يعني أنا بستغرب هذا الشيء، لأنه ولا مرة بعتبر أنه أساسا يعني المرض عيب، مع انه المرض صار يعني ما لا، يمكن هذا الشيء اصبح مرض مثل كل يعني الامراض. بتذكر مثلا انا قدام سته، تنقول سته جدي، يعني صاحبات سته مثلا تبقى تقول هذاك المرض، بس انه هلا حدا بعد بيقول هذا، انه بيكون بشيء يعني بعد فيه انه بس فكره العلاقه بالمرض وال عن بالفن، عم نحكي تحديدا لانه احنا كمان بنشتغل فن، يعني الافصاح عن تجربه شخصيه بالفن هو الشيء بالنسبة لي المنطقي والطبيعي، أوكي؟ ولما بصير هالشيء بالفن له شروط الفن، شروطه مش بس الحياة، لأنه كل الناس تمرق بتجارب حياتية بتقرب على الموت بتطلع، ما كل حدا بيعمل منه فن، الفن له شروط تانية، الفن ما في قلد الحياة، الحياة أقوى منه، يعني بدك تلاقي، يعني أنا ولا مرة أنا وعم برسم حالي أنا مريضة كان هدفي إنه أعمل ميلودراما او اعمل شيء بوكائي او اعمل شيء انه حنوا على نو الموضوع هو بدي لوحه قويه، بدي العين عم تطلع بالوجه، بدي يعني في شيء بمعنى التاليف. وبفترتها اشتغلت بمواد تانية كنت عم اكتشف تجربه جديده كليا بنوع شغلي، بالمعنى الحياه اقوى ما بقلدها بالفن، بدي اعمل فن له علاقه بالتجربه، بدي الاقي خلاصات يعني. صح.
يعني من شيء قلته ريم، ريم بنا، يعني أنت صادقة فيما تقولينه على فيسبوك، يعني تريدين أن يعني مثل ما قالت ريم مش الاستدراج العطف، استدراج الدعم أم المشاركة؟ يعني في ثلاث احتمالات، ما هو الاحتمال؟ لأنه أنت ناشطة بشكل واسع فيما خص هذه الشغلة، هذه القضية الخاصة بك. أنا إنسان صادق مع نفسي ومع كل الناس، وهذا كان السبب الأساسي ليش أنا نشرت من البداية. لأنه يعني ما حتى ما انفهم غلط، أنا ما أقصد بالصدق أنه أنت، أقصد فعلا فعلا الإنسان ممكن يمتلك القوة إلى هذا الحد أن يقول أنا أتعايش مع مرضي وأتضامن معه. أكيد لو ما كنت هيك كنت ما شفتيني أصلا جاي لهنا، قاطعة حدود وقاطعة مطارات وناس شايفتني وناس بتعرفني وانا بهذا الشكل. بديش اقول لك انه هذا الشيء بسيط. نوضح للمشاهدين، انت اتيتي الى لبنان من الناصره، وربما اذا بقي وقت نخبر هذه المعاناه في ختام هذه الحلقه. فانا يعني بديش، انا على فكره مش عم بحكي انا انه بطوله، يعني انه انا طالعه حالة على السفير، بس بعرف انه الشيء مش بسيط. ولكن انا قررت لما اطلعت على حالي بالمرايه، هاي كانت كمان من اول قبل 6 سنين، طلعت حالي قلت ليش انا لازم بدي اخبي واحط فيها راسي؟ بدي الناس تشوفني كيف بطلع على حالي بالمرايه قبل ما انام. بديش احكي لك شغله، السرطان الصديق تبعه هو الخوف. اذا احنا بنخاف السرطان ممكن يتغلب علينا. صحيح. فاهم شيء الخوف، مش هقول لك انا مش خايفه، انا هقوله بيني وبين حالي بصدق انا مش خايفه منك. وانا على فكره مش مريضه، انا ما بعتبر حالي مريضه، بقول ان وعكي عابر، لانه يعني بكره حيشوفوني شعري طويل وحرجع اغني. طب يعني بتصيروا طب شو عم تستنوني تاموت؟ يعني مثلا انه سرطان يعني موت؟ لا. بتعرفي اول ما قال الدكتور انه عندك سرطان، سالته لاني ما كنت بعرف، قلت له قديش بعد اللي يعني تاموت حياه؟ فقال لي مين قال لك انه احنا عم منطول عمرك؟ احنا بدنا نشفيكي. قلت له في حدا بيشفى من السرطان؟ قال لي معلوم، الكشف المبكر للسرطان الثدي 94% شفاء تام. فقال لي الدكتور احنا بس بنسمع وبنحكي بالحالات القليل اللي بيموتوا، ما بنحكي على الملايين اللي بتعيش. طب ليه بندور على الاشي السلبي؟ دور على الشيء الايجابي. سحر، انا بس بدي اعقب على قصه الشعر. انا لما طلعت بحفلاتي يعني شوي اطول يمكن من شعر ريم، انا حبيت حالي، حبيت اللوك الجديد، حبيت. انا طول عمري شعري طويل 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 طويل، يعني كنت اتمنى يوم من الايام يكون شعري قصير. فيمكن هاي اجتني الحاله من بالصدفه، حتى اشوف واختبر هالشغله هاي، لقيتها حلوه. بعدين هسه صرت هيدي قناعه ريم الجندي ايضا، صرت بس يطول شعري اروح قصه ما اتحمل. بالنسبه لي اول قبل المرض، انا بالزمانات بالثمانينات عملت اكسيدان سياره، فتح هيدا 73 قطبي بالمستشفى، حلقوا لي الشعرات كانوا طوال بالعشرينات، بتعرف بوقتها بالعشرينات، وشعري وما تقص للحلاق. بتقول له هلا لما شالوهم بالمستشفى، من وقتها ما عندي مشكل، بقص صرت انا قص لوحدي، قص بطول بغير لون، بقول لهم هذا شعر لا ايد ولا اجر بيطول، يعني مش مشكله بيرجع يعني كمان. يعني طيب بس رغم كل شيء اسمحوا لي اسالكم سؤال، ما هو الشعور عندما يعرف الانسان انه مصاب بمرض السرطان؟ يعني اوكي قاومت وقررت ان تعيشه، بس عندما تبلغتي انك مريضه صدمت بشكل مش طبيعي، يعني صعقت. لانه انا انسان نباتي، يعني من هسه صار لي 30 سنه، بس وقتها 24 سنه كنت ما باكل لحوم، انسان كثير ماشي على غذاء صحي. من وين دي جيني يعني؟ خايفه من هالشيء تحديدا؟ من هل يعني ما كنت افكر فيها اصلا، يعني ما صدقت. وقلت لك بالاول انه قلت له دكتور بديش تعيش، بعدين كثير انهارت في الاول، ضربت حيطان انا بايدي وبكيت ليش انا؟ يعني خاطب ربنا انه ليش عم شو عملت انا؟ انه انا انساني كل حياتي بنزل على مخيمات لاجئين، بتضامن بالشوارع على مظاهرات، يعني حياتي الفنيه كثير صعبه، كثير بعاني، انه مش مغنيه مسارح انا،
ايش بعد اكثر. فكل مره بصير معي شيء لا بس المرض مش قصاص، المرض ما بيجي قصاص، ما هي انه بكون الواحد منيح وبيمرض يعني صح، بس بس بلحظتها الشعور يعني الشعور لانه عفوا في غضب، ما بنعرف غضب بيكون، احنا ما بنعرف. بالنسبه لي لما قال لي سرطان يعني بدي اموت، هيك بعرف. بعدين مع التجربه صرت افهم انه لا مش مزبوط هذا الحكي. ويعني هذا الاثبات انه انا 6 سنين، وعلى فكره انا السرطان عندي حاله متقدمه مش ببدايته، ف 6 سنين انا عايشه وما زال وضعي الصحي مستقر، وياني بمشي وبروح بعيش حياتي، هذا انجاز بالنسبه لي. سحر اخر سؤال. سوري بس اذا خبرتك لما عرفت، كاني كنت حاسه قبل بوقت كثير يعني وقت انه انا يمكن في يوم من الايام بده يصير عندي كانسر. لما خبرني الدكتور كانه اوكي يعني كاني عارفه، بس بكيت بلحظه لما قال لي بدك تقصي شعرك. هاي اللحظه اللي بكتني، لان شعري كنت اعتبره هويتي. كنت انا طول عمري الناس تعرفني شعر طويل، كيف الناس بدها تعرفني واني بلا شعر يعني؟ هاي اللحظه بكتني. يعني ما بكيت الا طلعت من عند الدكتور، نزلت على السياره، سعيد كان ناطرني جوزي بالسياره، بكيت. كل هالوقت انا ما يعني. طيب سحر، هل يزعجك انه الناس تربطك؟ يعني قلتي انا اسافر واقيم حفلات بتريم وانا بالشعر الحليق، هل احسستي انه هناك هلا بطلوا ينظروا لك كريم البنا الفنانه، صاروا ينظروا كريم البنا المريضه او سحر طه يعني في نهايه الحفله اجوا اطمنوا عنك؟ لا ما يعني النظره ما اختلفت. يمكن نحن شوي بنحس بالاختلاف، بس الناس بالعكس كانوا كثير ايجابيين. يعني بيزعجك احتمال الربط بين اسمك ومرضك؟ لا لا ابدا ما يزعج، لانه الشغله اصلا يعني كل انسان ممكن تصيبه هالشيء، سواء فنان مش فنان، يعني مواطن عادي، اي انسان معرض يعني. ريم كيف بدك تقولي شيء؟ كنت بدي اقول انه لما قال الدكتور يعني بده يكت شعرك، يعني تأزمت لانه كان شعري، كيف عم تحكي سحر زي الغجر، يعني هذا بميز شكلي، شو اللي بده يروح؟ مش قادره اتصور. متعودين تربيتنا من نحن اطفال يعني، وشاهدنا صور الك مرقت وانت في الشعر الطويل. وقالوا لي لازم احكي لاولاد الصغار، وطبعا بنتي الكبيره، انه لازم احكي لهم افضل انه يعرفوا. فقعدت معهم، كانوا عمرهم 8 سنين، هن توأم، وقال لي انا بدي امر بمرحله بدي احلق شعري، يعني بده يتغير شوي شكلي. ضلتني متماسكة وقوية، بس في لحظة لما ابني سألني ورسالم قال لي ماما بس بنضل نعرفك يا حبيبي، بس سألناه سؤال طبعا انهارت يعني. أنا بس أتذكر هاي اللحظة كتير بتأثر، إنه هو خاف إنه ما يعرفني في حال حلقة شعري. بس هو فعلا هيدي الحالة، لأنه مريت فيه يعني كثير ناس كانوا يعرفوني بالشارع. مزعج او بال هذا يعني شيء اكيد شيء مزعج. يعني اضطر دائما اعرف عن نفسي مره ثانيه، اقول لهم اني سحر طه. لو انك حلقت شعرك نزلت على الفيسبوك كل العالم بتعرف بالشارع. انا نزلت الحفلات والصور وشو اسمه بعدين يعني. لا عارفه ليش؟ لانه لسه اكتشفت انه لما نزلت الصور، فلما يشوفوا الناس بشارع صاروا يعني خلص صاروا عارفين دغري، حتى لما يشوفوا واحد حلقه صفر صاروا هن يربطوا، فساعد هذا الشيء. بفكر الواحد بقلق الاولاد اذا خبرون، يعني مثل ما قلت انه في تضخيم حول الحاله، السرطان بات مرض مثله مثل غيره يشفى. بس الاولاد يعني صعب، انه صعب لما تخبريهم. ليكي حسب، انا لما كنت مريضه ابني، ما انا ابني كان عمره 6 سنين، انا بقيت 3 شهور بالمستشفى، فرد سحبه يعني بعد الكوما بالمستشفى، ما كان بدي يجي لانه انا كنت عم بضعف، مش انه يعني ما بدك اياه يشوفك. 27 كيلو بتعرف 27 كيلو يعني عظام، هيك العظمه عنده عيون، فانه ما بده يشوفني بهالمنظر، لانه جبروني بالاخر، دكتورتي جبر، لانه بتعرف شو صار؟ الولد كمان لازم يعرف بطريقه ما، بعمر 6 سنين ابني اعتبر انه امه ميته، اللي بيحكيها على التليفون مش امه، ما بشوف وجهه، فصار يعني مأزم. صح
طفل. فقالوا بده يجي ويشوفك يتاكد انه عايشه، جابوه مخبي حالي ما بدي يشوف جسمي انجا. كان كثير احسن يشوفني يعني يرتاح. فاوقات لا، الاولاد لازم نقول لهم بطريقه ما مش نخبي القصص. بحكي عن شغله خاصه جدا ويمكن الناس ما بتحكي عنها، بس انا رح احكي. مثلا انا لانه طبعا مصابه بالثدي، سرطان الثدي، فتم عمليه واستئصال جهه، واحده من الجهه اللي هي الجهه المصابه. فما قدرت احكي لاولادي انه انا عندي جهه مستأصله تماما، ما قدرت يعني، وما بدي اشوفه لانه هقول بدي يعني يكبروا وعندهم شكل تصور لجسد المراه، ما بدي انه ينخدش هذا التشوه الما الصوره. بس لما كبروا شوي يعني من شي سنه تقريبا قعدت معهم وصارحتهم. كم ولد عندك ريم؟ ثلاثه. صارحتهم خاصه الصغار، البنت الكبيره بتعرف، صارحتهم وطلبوا انه يشوفوا كيف وفرجيتهم وحكيت لنا على البروتيزا وشرحت لهم. بس انبسطت انه هني ما يعني ما سبب لهم هيك رده فعل، وهذا شيء مهم. انا بفكر انه الصراحه هي الدواء لكل شيء.